في ولاية البترول هنا في حاسرمل، المدينة الجديدة بليل، ولاية الأغواط، الولاية الغنية بالثروات، عاصمته ألغاز. تعيش هذه العائلة الفقر، الألم والمعاناة. تناشد السلطات وأهل الخير أن ينظروا لهم بعين الرحمة، وخاصة مع بداية فصل الشتاء. كيما الناس، لا ضو لا تريسيتي لا ماكله لا والو. حاسه روحي شغل كلي راني ايتيمه، ما كانش لي يخزر فيا. انا حوسه سكنه، هذا اللي طالبه منها. طالبه منها السكنه، برك طالبه منك السكنه تعطيها لي. طالبه منك الحاجه الوحيده، تطلب منك السكنه، هذا اللي طالبه الطلب تاعي. عندي 7 سنين وانا هكذا، المعيشه تاعي وانا هكذا، ما كانش لي شاف فيا. والدي ما يخزروش فيا حتى، ويشوفوا عليا يشوفوني حتى نموت، ما كانش يشوف فيا كاع. حتى والراجل تاعي شغل شافوه كلي خلاص، قالوا كرهو فنيان ما يخدمش. انا يا درك انا يا اللي راني حاسه به، وهزاته فوق الشده، ما كانش يهزو غير انايا نعاونو. اللي روح نطلب على جالو، ندير كلش على جالو باش انا نحس على جال بنتي باش ما تضيع ليش. هذه اللي نحوس عليها، بنتي ما تضيع ليش برك. المرض نتاعي راني مريضه عندي شحال، وانا والدي ما عاونونيش فيها. هاهي الدوسي تاعي، ما كاش لي يعاونني في الدوسي تاعي، ما كاش لي عاوني. هاهي الدوسي تاعي ما كاش لي عاوني. هذه باش دوكا ندير ورقه، هذه ما كاش لي شافيه ولا خسر فيا. هاهي ورقه باش دوكا نعاودها، ما كاش لي شافيه تاع الاعاقه، باللي راني مريضه 100%. انا نحوس عليهم بيعاونوني برك، مهم كي نرتاح هذيك هي الصح. مهم طالبة باللي نحوس على راجلي يخدمه، يخدم المهم لازم نحوس عليه يخدم، يخدم. ولازم نحوس على السكنة كيما الناس. هذه المعيشة مش راح تطلب عليها كيما هكذا، راني قاعدة هكا لا ضو لا تريسيتي لا ما نهزو فيه، قد نقبلو فيه من كل بلاصة. 6 سنين والو، لا قراية لا والو، مازال ما قراتش. حاولت قالوا لي مازال. الشمسية في الليل كي طيح الظلمة نشعلوها، حطوها في سخانة تتعمر طاقة شمسية. تحطوها في الشمس؟ حطوها في الشمس تتعمر، كي تعمر في الليل ندخلوها تتعمر، كيما هكذا يتعمر شوية مع الصباح. هذه